يا رب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليه ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. إنك يا ربنا حي قيوم على كل شيء قدير. اللهم صل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتيسر لنا بها كل عسير يا رب العالمين. اللهم صلي افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق ابدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، يا نورا من نور في نور وبنور الانوار محمد، يا صاحب معراج العرش وبراق يمشي في الممشى، يا من في السدرة خطوته اذ يغشى السدرة ما يغشى. اخ الاسلام ان شئت في الدارين تسعد فاكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا زكاة لمن ترك الصلاة على محمد. وان كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، وان جاءك الملكان في القبر سؤلا فقل لهما انا من امة محمد رسول الله حقا ارتضينا وآمنا وصدقنا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا طاعته والعمل بسنته ويوم القيامة شفاعته، واكتب لنا في الجنة رفقته يا رب العالمين. ايها السادة، من هذه الساحة الطاهرة العابرة من داخل كبرى سرادقات الجمهورية وفي ليلة تكريم الراحل الكريم حاج محمد عبد رب محمد منصور اصحاب محلات ومصانع حلواني كيلوباترا بالزقازيق، مشاركين حاج محمد محمود عبد رب منصور، مشاركين الحاج بكر عبد رب منصور، مشاركين السيد المستشار محمد بيك جلال نائب وزير العدل، مشاركين الاستاذ عبد شامة وجميع عائلات ابو الحاج السيد العربي، مشاركين عائلات ابو منصور وسليمان سعد، ومشاركين عائلات الحريري
وعائلات ابو جلال والعمري والباجوري وابو شامة مشاركين معالي الوزير اشرف بيك العربي، مشاركين كبار عائلات الزقازيق مركزا ومدينة، بحضور السيد المحاسب محمد بيك فوزي خليفة مدير بنك ناصر الاجتماعي. ايها السادة، على مائدة القرآن الكريم التقينا لنستمع لقارئين جليلين عظيمين من اعلام الاذاعة المصرية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وفضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد. نبدأ بإذن الله تعالى متدبرين لقارئنا، والذي امتعنا الجمعة الماضية بالإذاعة والتلفزيون، وسوف نستمتع به بإذن الله تعالى فجر الخميس القادم بإذن الله من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ألا وهو كروان الجمعة والفجر وقمر الأمسيات الدينية وأقمار الأمة الإسلامية، نعم الأسرة الطاروطية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا، سائلين الله له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تبقوا وتركنا
أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين
واستبع قلبا وقدا قميصه من دبر وألف سيدها لدى الباب. شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت قد من دبر
كيدكن عظيم يوسف 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 وأعرض عن واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هي أحسن القصص من القرآن كما سماها ربنا الرحمن، وإنه نبي الله يوسف الذي ضرب الله فيه مثل الأسماء تعرض إلى مكر الإخوة وكيد النسوة فعصمه رب العالمين، فكان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أمتعنا بتلاوته علم الإذاعة المصرية نبت الأسرة الطاروطية الذي أمتعنا الجمعة الماضية بالإذاعة والتلفزيون من عريش مصر وشمال سيناء، وبإذن الله تعالى يمتعنا فجر الخميس من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ألا وهو الفرع الثاني أي الهرم الثاني من المدرسة الطاروطية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. شكرنا لفضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الوالد الراحل الكريم الحاج محمود عبد ربه محمد منصور، اصحابه محلات ومصانع حلويات كليوباترا بالزقازيق.
مشاركين الحاج محمد محمود عبد رب والحاج بكر عبد رب منصور والسيد مستشار محمد بيك جلال نائب وزير العدل والسيد الاستاذ عبد هشام مشاركين ايضا حاج محمد منتصر والاستاذ مصطفى منتصر ومشاركين كل عائلات ابو الحاج السيد العربي وابو منصور وعائلات سليمان سعد وعائلات الحريري والعمري وابو جلال والماجوري وعائلات شامل شاكرين باسم الاستاذ وليد ركبي للجميع وشاكرين لاصحاب الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي إدارة الحاج سعيد محروس والمهندس محمد سامي الهندسة الإذاعية الهندسة الإذاعية محمد السيد عبد الوهاب بيشت قايد لقازيق مقدم الضيافة الفندقية مفيه الفجر ميدو ابن قرية منايوس عمدة المصورين ناصر سبع شاكرين الاستاذ وليد شلبي والاستاذ ادهم عزت مدير عام بجامعة الزقازيق والحاج امين سلطان محمد ابو عطية وحسن ابو عيسى والجزار والدكتور محمود عبد العظيم والحاج حسن جاد وكل من شرف من اعلام مدينة الزقازيق ارى السيد النائب